ويقول أحسن الله إليكم، إذا دخل شخص على مجموعة وهم في مجلس هل يصافحهم أم يكتفي بالسلام عليهم جملة؟ يخير، إن شاء صافحهم وإن شاء سلم عليهم وجلس، وكان يسلم عليهم ويجلس أحسن. إذا كان يتأثرون إذا لم يصافحهم، أو فيهم أحد يتأثر إذا لم يصافحهم، فإنه يصافحهم دفعا للمحذور. أما إذا كانوا ما يتأثرون بهذا يكفي أنه يسلم عليهم ويجلس، إلا إذا كان أنه مبطن عنهم ما رآهم، فإنه يصافحهم لأجل أنه مبطن عنهم. أما إذا كان أنه قريب العهد بهم يكفي أنه يسلم، إلا إذا كان عدم مصافحته تأثر لهم أو لبعضهم، جرت العادة بالمصافحة ولو خلاها قالوا هذا وراء وهذا متكبر على حاضرنا، فإنه يصافحهم.